السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين الربعي أحييكم. في هذا الدرس سوف أشرح عن الكومبو بوكس. الكومبو بوكس هي أداة تعرض البيانات بشكل لست على سبيل المثال أريد أعرض فيها السنين، فأضع أمامها ليبل. ليبل هي فقط مجرد لتكست، يعني فقط أكتب في داخلها نص، فأسمي هذه الليبل years، ففي التكست الخاص بها أسميه years. المفروض أنا في هذه الليبل، في هذه سوف أعرض سنين، فكيف أضيف في داخلها السنين؟ نذهب على اسمها. ماذا اسمها كومبو بوكس؟ نسميها كومبو بوكسير. الان كومبو بوكسير استطيع ان اصل لها من الكود واتحكم فيها. طبعا من هنا اقول كومبو بوكسير دوت ايتمز، اي عناصر دوت اد، اضيف. استطيع اضيف ايتم واحد، استطيع فرنج اوف ايتم. على سبيل المثال اضيف انا 2015 كيف، واضيف 2014 كيف، تو سنتين واحده تلو الاخرى. اذا 2014 2015 2014. الان عندما انفذ سوف تجي باللستة 2015 2014. أنا أريد تلقائيا هو يختار لي 2014 تلقائيا، فأيش أقول له؟ كومبو بوكسير دوت سيلكشن اندكس. سيلكشن اندكس يعني تختار آيتم معين، تضع الفوز على ذلك الآيتم. فلما نقول سيلكشن اندكس، هنا اندكسه صفر، هذا واحد، لأن الآيتم تبدأ بالتسلسل صفر واحد. إذا عندما أقول له واحد، تلقائيا ترى هو مختار لك آيتم رقم 2014، انظر الذي هو آيتم رقم واحد. ليش؟ لأن غيرت Selection Index. إذن هنا هذا ببساطة أنا كيف أضيف Items أو كيف أختار Items. الآن كيف أحذف Item أنا من الليست؟ نفس الطريقة Combo Box dot Items dot Remove. ما أقدر أختار ال Remove، أما تحذف من Index أما تحذف ال Object. Object يعني تعطي السنة كاملة 2015، Index تعطي الIndex للسنة. فإذا أحذف 2015 الIndex الخاص به هي صفر، فقط أحذف لي الصفر. الآن ترى باللستة فقط 2014. إذن هذا ببساطة. الآن ما أريد أنا الآن أكون لك لستة فيها السنين من 1960 على سبيل المثال، وأنت تختار السنة وأنا أعرض لك عمرك بالسنين كم سنة. إذن كل الذي أفعله أكون عداد for انتجار I يساوي 1960 على أساس لا يزال حتى الآن واحد عمره 1960 عايش على افتراض، يعني I أصغر يساوي السنة الحالية. كيف أعرف السنة الحالية؟ هي datatime.now اللي هو الوقت الحالي dot year. لما نقول له dot year يعني يعطي الوقت الحالي. فارزة i plus plus سوف يمر على السنين سنة سنة. إذن ال i الآن يمثل السنين، فأقول له i dot to string، لأن كان لا أستطيع أتعامل معها مباشرة كانتجار، لأن هذا يحتاج بيانات كسبرين. الآن سوف عندما أضغط run يكون لي لستة في كل السنين. انظر من السنين من أي سنة؟ 1960 وإلى 2015. إذا الآن بقى أريد أغير هذه اللي أجعلها الستايل الخاص بها مختلف، فكل الذي أفعله فقط هنا دروب داون أغيره دروب داون بهذا الشكل. الآن بهذا الشكل ترى الستايل يكون بهذا، يعني أستطيع أن تعدل أنت تختار. الآن إذا اختار السنة يقول لي عمري بالتحديد كم سنة. فكيف أعرف عمري كم سنة؟ ممكن أضع كابوتون وممكن أتعامل معها كمباشرة. فدعني أضعها كابوتون وأسميها get my age، وأسميها بهذا الشكل بوتون، وأسميها get my age. أوكي get my age مفروض أضغط عليها يعرض لي عمري كم سنة. وكل الذي أفعله أفتح get my age، أنا كيف أصل على الأيتم الذي هو مختاره؟ فأقول له integer my age يساوي إن convert to dot to integer 32، يعني حول الرقم ده 32. أجلب البيانات التي هو مختارها في النص. كيف أجلب البيانات اللي هو مختارها؟ كومبو بوكسير دوت سيلكتد ايتم دوت تو سترينج. هذه سيلكت ايتم يجلب لك الايتم الذي هو مختاره. ما هو الايتم الذي هو مختاره؟ يجلب لك اياه. ثم نحن حولنا الايتم المختاره، هو حولناه الى انتجار لكي نطرح. هنا الان بعد ان حولناه انتجار مجرد نطرح ونحسب العمر بالسنين. انتجر انير ان years يساوي ان ايش؟ السنة الحالية اللي هذه datatime.now.year ناقصا my age او my data birth، العفو انترازيت my هذا age. سوف هذا انتجر year سوف يمثل عمرك بالسنين. فقط اقول له message box dot show، عرض لك رسالة. ايش عرض لك فيها؟ عرض لك فيها انتجر في العمر، احوله الى سترينج تو سترينج، بمعنى انا احول البيانات الى نصوص. اعمل الان هذا سوف يجلب لي التكست الذي مختاره الشخص،
هنا يعمل طرح من عمر الحالي ويعرض لك ثلاث ناس. انا عمر رن، اختار انا على سبيل المثال مواليد 1989 1987 89 اضغط 26 سنه جيت 2014 واحده سنه. اذا هذه هي الفكره من الكومبو بوكس كيف تتعامل معها. الان دعني اعمل بعض التغييرات الاخرى في الكومبو بوكس. انا اريد ان البيانات لا تضاف عن طريق الكود، اذ انا ان اضيفها باعتبار انه داتا بيس لاحقا تتعامل مع الداتا بيس. الداتا بيس عاده تتعامل مع الحقل من نوعين، حقل فاليو وداتا، تستطيع ان تضيف منه الايتمز. اذا من هنا نضع الايتمز، نختار الايتمز ونضيف بيانات. فنذهب الى الايتمز، نبحث عن الايتمز. ايتمز، اين هو الايتمز؟ دعني اعمل له ليست، هو الايتمز هذا الكولكشن. الان استطيع ان اضيف ايتمز هنا بالشكل الذي اريده انا. على سبيل المثال تيست